من سيكون الفائز في معركة الغابة بين أسد وخنزير بري؟ هاجم الخنزير البري الأسود خلال العديد من الهجمات. إنهم عدوانيون، وبعض الذكور لديهم أنياب فتاكة مثل الأسنان التي يمكن أن تقضي على الأسد بسهولة. الخنزير يربح البعض من المعارك، لكنه يصبح في النهاية وجبة للأسود الشرسة. تتميز الحيوانات المفترسة بقدرة كبيرة على امتلاك مهارات للصيد والجري، كما أن معظمها يمتلك سرعات كبيرة جداً. إنها تمتلك مخالب قوية وتستخدم أفضل طرق الدفاع عن النفس وأفضل طرق الهجوم كي تتمكن من الانقضاض على فريستها. وبعضها يمارس عملية الافتراس بطريقة ذكية وأسلوب لا يخطر على بال أحد. لهذا فإن الحيوانات الأليفة تهرب بعيداً بمجرد شعورها باقتراب حيوان مفترس منها. مثلما في العالم القديم فالأسود هي مفترسات لجاموس الرأس، في العالم الجديد تعتبر الأسود مفترسات للخنازير الوحشية. لكن إذا كان الخنزير سيحارب جيداً، فأنا أتوقع أن تكون المعركة مشابهة لتلك التي بين أسد وجاموس شجاع. وقد تمكنت الجواميس من هزيمة الأسود في عدد من المعارك، وبالمثل فحطمت الأسود العازبة جاموساً بالغاً. يعتبر الأسد رشيقاً جداً مقارنة بالخنزير، وهو أكثر فتكاً. بالطبع سيخوض الخنزير معركة، وإذا لم يكن الأسد حريصاً فسوف يتأذى بشكل خطير، ولكنه على الأرجح سيفوز في معظم الأوقات. الحيوانات المفترسة أنواعها كثيرة ومتنوعة وأعدادها كبيرة، وسنورد هنا أكثر أنواع هذه الحيوانات شهرة ووجوداً، من أبرزها الفهد. الفهد من أكثر أنواع الحيوانات المفترسة خطورة، إذ إنه يفترس الحيوانات الأخرى بطريقة مخيفة ليحصل على طعامه من خلالها. فهو يتغذى على الحيوانات الثدية والزواحف، وأكثر نشاطه يكون في الليل. لديه القدرة على تسلق الأشجار المرتفعة وهو يحمل فريسته بين أسنانه، ويعرف الفهد لدى الإنسان بمثال القوة والشجاعة. الذئب. تعد الذئاب من الحيوانات التي تشكل خطر للحيوانات البرية، حيث تفضل تناول الحيوانات ذات الأحجام الكبيرة من فصيلة الثدييات. تتصف الذئاب بلونها الرمادي وتعيش في كل من أمريكا الشمالية وأوراسيا. الأسد حيوان أفريقي يكون أغلب نشاطه في الليل، يقضي أكبر وقت من الليل في مطاردة الفرائس. يحتاج الأسد إلى كمية كبيرة من اللحوم ليتغذى عليها، ويصل وزنه إلى ما يقارب 15 رطلاً. وعلى الرغم من أن الأسود تتربع على عرش الحيوانات المفترسة من حيث القوة والشراسة، إلا أنها لا تفترس الإنسان رغم أنها كانت تقوم بذلك قديماً. الضبع حيوان أفريقي شرس وعنيد رغم صغر حجمه. إنه يتصف بالسرعة العالية في مطاردة الفريسة. تسهم الحيوانات المفترسة في الحفاظ على البيئة بشكل كبير، خصوصاً الحيوانات التي تتغذى على الجثث، كما أنها تحافظ على التنوع الحيوي وتمنع طغيان نوع على آخر. لذلك فإن وجودها نعمة كبيرة من الله تعالى. التمساح حيوان شرس جداً، يهاجم الفريسة بشكل مباشر عند اقترابها من أماكن